حكينا بالطيب من دون جهة وشو المرأة والأسرة والطفولة والمسلمين بيناتنا. أنا حبيت اليوم لقاء مميز مع نساء وحرايم معتمدين من خالات معتمدين من خالات ساخنة بكفاءات نسائية مهتمة بالشأن الاجتماعي والثقافي وخاصة التنموي. اليوم حبينا الإطار هذايا باش نشجع النساء لإدماجي هنا في المنصة الإلكترونية البرنامج الوطني رائدة للاستثمار الخاص بالنساء والفتيات. مشكور سيد معتمد في طلب من التقينا اليوم للنساء والفتيات في حالات وحفزناهم على الاندماج في سوق الشغل من خلال بعض المشاريع الخاصة في مختلف الاختصاصات التي اخترناها. فاليوم يندرج يوم تحسيسي إعلامي للفتيات هذوما والنساء، وبالمناسبة زاد عرفنا بكل البرامج اللي تخص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين اللي هو خاصة الروح بتاعه هو يرافق النساء في كل مراحل حياتية وخاصة للاستثمار والتمكين والاعتماد على الذات البشرية المستقلة التي تعيش بكرامة وبإنسانية. أصيب ولايتنا اللي هي ثانية في المنصة الإلكترونية، احنا تو الثاني بنسبة 1014 منخرطة في المنصة الإلكترونية في ولايتنا. والله هي معناتها مشاريع ذات بعد متوسط، يعني الاعتماد يتراوح بين 10 و15 و20 ألف، يعني معناش رؤوس أموال كبيرة، باعتماد اللي هي معناتها مشاريع استثمارية حياتية، يعني كلها تتمحور حلاقة خياطة معناتها مشاريع ذات بعد اجتماعي خاصة. البرنامج ساميدا هو برنامج رائد جدا، وخاصة انه هو يرافق النساء في المراحل الصعبة التي تعيشها المرأة المعنفة. فمشكورة سيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين أنها بعثت أمل جديد للمرأة هذه المحبطة المكتئبة التي تعيش معناتها وضعية صعبة. شاء هذا البرنامج ليدعم ويعزز المكانة بتاع المرأة وأنها ترجع لها حبها وثقتها في نفسها من خلال بعض مشاريع وتعاود تعيش معناتها تدخل في سوق الشغل تعتمد على ذاتها وتحسن من ظروف الأسرة بتاعها، وخاصة معناتها تجيب لنا جيل خاصة متوازن وغير متواكل وتكون نفسيتها أحسن ببعض مشاريع والاستثمار بحسابها الخاص رائدة وبرنامج صامدة. كل هذه البرامج تدعم المرأة التونسية وتعطيها منهج للإصلاح والازدهار والتنمية. احنا عندنا أرقام صحيح، ولكن مؤسف جدا رغم أن العمل بتاعنا الدؤوب مع مندوب حماية طفولة مع كل الفرق وخاصة إقليم الحرس والأمن، من خلالهم نحب نشكر زملائنا اللي هما رؤساء الفرق وأعضائهم الفرق المختصة في العنف ضد المرأة والطفل. رغم العمل الدؤوب إلا أن الأرقام قاعدة تزيد بتعرف هدية معناتها متسق ومتصل بأسباب اقتصادية واجتماعية اللي احنا نعيش فيها نوعا ما، وإن شاء الله تتعدى. يعني هي أرقام، كل عنا أرقام قاعدين احنا توا في حاليا يعني في تجميع الأرقام، خاطر عنا مجتمع مدني، عنا المنظمة التربية الأسرة، عنا الفرق المختصة اللي ترجع بالنظر لإقليم الأمن واللي ترجع بالنظر لإقليم الحرس، كلهم عندهم أرقام. فإحنا توا المندوبية المسؤولية مناطة بعهدتنا لتجميع الأرقام الكل من خلال تقرير إن شاء الله نقوموا بها في شهر نقدموه في آخر شهر فبراير.